البعض لما يغادر المنصب يختفي، لكن محمد عبدو يماني بعد الوزارة أصبحت حركته أسهل ونتائجه أكثر. سخر كل خبراته وعلاقاته لخدمة الناس والجمعيات الخيرية، وبالرغم من ذلك ظل بسيطاً عفوياً، لم تغير بروتوكولات المناصب بل أعاد تفصيلها، بما يجعله يبدع وينجز ويرتاح، وهو ما جعله محبوب القلوب على الدوام، حتى استحق لقب شهيد القرآن الكريم. الدكتور محمد رحمة الله عليه هو مؤسس الإعلام السعودي الحديث ورجل المرحلة في ذلك الزمان. أغمي على معالي الدكتور محمد عبدو يماني وهو يناقش شؤون القرآن الكريم، ثم انتهى الحديث ورحل بهذا الشرف العظيم شهيد القرآن الكريم. معالي الدكتور أبو ياسر كما يحب أن يلقب لم يرهق أحد من حوله حتى المقربين منه، ولم يعرضهم لخيار صعب طوال حياتهم إلى لحظة مماته. كان يقف دوما على مسافة واحدة من الجميع، لذا اجتمعت كل الأطياف على حبه، وجسدوا ذلك من خلال مشهد العزاء اللي كان أشبه بملحمة وطنية. محمد عبدو يماني حتى هو وزير كان كل يوم لمدة 6 أشهر يجلس بجوار سرير والدته وهي مريضة، وكان ينقل مكتبه من الوزارة لغرفتها، وما كان يسمح لشيء إنه يلهي عنها. حتى في سفره وإجازاته مع عائلته لا يقبل إلا أن يكون والده معه. هنا الفرق بين إنسان يضيف للمنصب ويبقى في قلوب الناس للأبد، ومنصب يضيف للإنسان ثم ينتهي بعد خروجه بأيام. أمنية كل إنسان على وجه هذه الأرض إنه يرحل ويبقى رصيد أعماله يتدفق أجراً، وأن يظل في قلوب الناس بالذكرى الحسنة والدعاء. لذا نسأل الله ونحن شهوده في الأرض أن تكون خاتمة الدكتور محمد عبدو يماني حسنة كما يرضاها الله، ومثالية تليق بالعظماء. فليس هناك أعظم من النجاح الدنيوي ورضوان الله.